تقول هل ثبت فضل للدعاء يوم الأربعاء من بعد الظهر إلى العصر؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له صلى الله عليه وسلم دعاءه يوم الأربعاء بين الصلاتين، يعني بين صلاة الظهر والعصر. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ، يعني يكرثني أو يشغلني أو أجد له ثقلا إلا توخيته تلك الساعة فأدعو بها فأعرف الإجابة، أي فأجد الإجابة. هذا الحديث رواه كما ذكرت الإمام أحمد عن جابر، إلا أن إسناده فيه مقال، وقد ضعفه جماعات من أهل العلم، وقال آخرون إنه لا بأس بإسناده وإنه حسن. وعلى كل الأحوال فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه لو قيل بثبوت الحديث ليس فيه دلالة على أن هذه الساعة التي هي ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء موضع إجابة، إنما السر فيما يظهر والله تعالى أعلم في الإلحاح، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين وهو من مجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم، الأنبياء دعاءهم مجاب غالبا، ودعا الثلاثة صلى الله عليه وسلم ودعا الأربعاء فأجيب. وقول جابر رضي الله تعالى عنه في ما ذكر من أنه لم ينزل به أمر مهم غليظ إلا توخى تلك الساعة فدعا بها فوجد بذلك الإجابة، هو نوع من الاجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال لو أن الإنسان دعا في هذه الساعة فإن ذلك أمر مشروع ولا حرج فيه، لكن الجزم بأن هذه الساعة من مواطن الإجابة لا يستند إلى دليل صحيح صريح. وأقول لكل من له حاجة يؤمل إجابتها ويرجو أن يبلغها: كل ليلة لله فيها ساعة، لا يسأل فيها العبد ربه شيئا إلا خيرا إلا أعطاه الله تعالى إياه. كل ليلة، وليس ظهر أربعاء أو ساعة في زمان، بل في كل ليلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك كل ليلة، أي أنه في كل ليلة لله ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من الخير إلا أعطاه الله تعالى إياه، وذلك كل ليلة. والحديث صحيح الإمام مسلم من حديث جابر. فينبغي أن يتحرى الإنسان هذه المواطن التي تكون كل ليلة والفرص متكررة. وكما أن من موجبات إجابة الدعاء أن يوافق وقتا مباركا وقت إجابة، أهم منه أن يوافق قلبا مقبلا على الله عز وجل، صادقا في الرغبة، محسنا الظن به، موقنا بالإجابة. فإن الإنسان إذا أيقن بالإجابة أجابه الله في كل لحظاته وفي كل ساعاته وفي كل أحواله. ولهذا كان دعاء المضطر موضع إجابة من رب العالمين، أما يجيب المضطر إذا دعاه، لأن المضطر قد أخلص رغبته وتعلقه بالله عز وجل وأيقن أنه لا خلاص له إلا به سبحانه وبحمده، ولهذا يأتي الفرج منه جل وعلا للمضطر إذا دعا. أسأل الله أن يرزقنا إجابة الدعوات، وأن يبلغنا الطيبة من الحاجات، وأن يصف عنا السوء، وأن يجعلنا من أوليائه وحزبه.